السلام عليكم. كان معي في سفرتي الأخيرة إلى مدينة باكو في أذربيجان مجموعة من الأصدقاء الطيبين والرائعين جدا. أحب أخص من عندهم بالشكر صديقي الرائع فراس عبد الأمير أبو أمير، وصديقي وأخي العزيز الأستاذ بهاء، اللي جعلوا من سفرتي أجمل بكثير. قاسمت معهم ذكريات جميلة جدا في هذه المدينة ورافقوني أينما ذهبت. أحبائي، أنا حبيت أشارككم الأوقات الحلوة اللي قضيتها في مدينة باكو، سواء كان في الفندق اللي سكنت به أو المطاعم اللي رحتها أو الشوارع اللي زرتها، فأرجو لكم متابعة طيبة أعزائي. الآن استلمنا غرفة مالتنا في فندق جراند يوروب. هذا المكتب، تلفزيون، واي، هذا الدولاب، بالنسبة للمي مجاني، بطالة المي مجاني، لكن هذه الأشياء هي يتم دفعها، دفع ثمنها بعدين. وأيضا الثلاجة فيها هاي الأشياء يتم دفع ثمنها بعدين. طلة مال الغرفة اللي أنا ساكن بيها، هذا هو سنتر المدينة، سنتر مدينة باكو. أذربيجان السابق حيدر عليف، اللي هو يعتبر صاحب النهضة الحديثة لأذربيجان. هذا صورة الرئيس السابق الراحل حيدر عليف وابنه إلهام عليف. Creía que doliera tanto por error perderte. No pensé que esto me fuera a partir el corazón. Lo había amado, lo confieso, pero contigo es distinto. Nada es tierno, todo duele cuando no tengo tu amor. Déjame decirte que tú eres el amor perfecto y nunca te valoré. Quisiera devolver el tiempo a hacerte mía otra vez. Y no me digas que fui tarde, porque sin ti
هذا هو المجمع المسبح والمجمع الصحي الخاص بفندق يوروب هوتيل امباكو حلاق. Hello. Yeah. Hello. How are you? I'm videoing now. We need to see the swimming pool and the jacuzzi. The room number? 70. The swimming pool is here. Sauna is here too. Okay. Can we go now? Yes, of course. Okay. So we have to go and bring our clothes. If you want. Hmm? Okay. Do you have? We'll give you towels and keep a look. For free or for money? Free. Thank you for looking. Okay. Thank you very much. You. Let's take a tour now. Thank you. خلينا نشوف الجيم هسه. هذا البرونزاج، هذا الجيم. هلا. هذا يا صالة الجيم. هذا هو المسبح. Swimming pool. This is the swimming pool. هاني والضلع مالتي استاذ بهاء الوريد. هسه احنا راح نروح ننزل للمسبح، وهذا حبيبي الوحش ابو امير فراس عبد الامير. Fallarte y lamento hayas llorado. Yo también pagué con creces. He aprendido la lección. Si volvieras a mí, sentirías conmigo el verdadero amor. Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto espera por los dos. هذا ضلعي. ضلعي يا ابو امير. ضلعوني يا ابي. ضلعوني. الوحش. وهذا ضلع الثاني. ضلعون ما يشلعون. Si volvieras a mí, si volvieras.
إذا أعجبكم الفيديو أرجو أن تضغطوا على زر اللايك أسفل الفيديو، ولا تنسوا المشاركة والتعليق، وشكرا جزيلا.